في مقابل ذلك قال أعضاء في مجلس النواب إن كتلة اتحاد القوى تبحث عن مرشحين بدلاء عن سليم الجبوري لرئاسة البرلمان. حتى وإن أثبت السيد سليم الجبوري براءته بهذا الموضوع، لكن أصبح من الصعب السيد سليم الجبوري إدارة السلطة التشريعية وإدارة رئاسة مجلس النواب. هناك نقاشات حادة داخل اتحاد القوى الذي ينتمي إليه السيد سليم الجبوري رئيس مجلس النواب، وقد طرحت من خلال سبتة تايلات التي خرجت على الإعلام بأنه رشحت ثلاثة أسماء البديلة للسيد سليم الجبوري، وهذا يعني أنه قناعة هذه الكتلة بأنه يجب تبديل السيد رئيس مجلس النواب الذي ينتمي إلى كتلتهم. بالتأكيد إذا تم يعني إقالة أي شخص سواء كان نائب أو رئيس مجلس نواب فمن الطبيعي جدا أن يتم تقديم بديل له.